بسم الله. فصل في سرد بعد تقارير التي تتكلم عن القمر ومعضلة تكونه. هناك العديد من الفرضيات عن أصل القمر الذي يدور حول مدار محدد حول الأرض، ومن تلك الفرضيات أنه جزء من الأرض انفصل عنها وهو يدور حولها الآن، لكن مكونات ومعادن القمر لا تمت بصلة للأرض ومكوناته. الأقمار كثيرة في مجموعتنا الشمسية، كلها تقريبا عشوائية الشكل، ليست كروية بامتياز مثل قمر الأرض وقمر زحل وبعض أقمار المشتري. فوبوس قمر المريخ له نفس خصائص المريخ، لكن حتى اللون. وبعض العلماء يقولون أن القمر إذا سقط عليه شيء يرتج ويهتز مثل الناقوس أي الجرس، فلذلك استنتجوا بأنه مجوف كالقدر. فقالوا أن له طبقة تحت الرمال من فولاذ وهو كالقدر المجوفة، ودوائر الاصطدام كلها عمق واحد كما قلنا من قبل مع اختلاف قطرها. كذلك هذا دليل على وجود جسم من الفولاذ يمتص الصدمات هو تحت الرمال في القمر. قال العلماء: من وضع القمر في هذا المدار المحدد؟ لأنه يغطي الشمس تماما كليا عند الخسوف، وهذا ليس طبيعي عشوائي. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم الفطر شامبينيون، فيه حياة من الداخل ومن الخارج، والماء ماء، وهذا ما يقال عنه، والله أعلم، عن القمر. استمع لهذا التقرير الذي أخبر به بعض الجن أفراد من الإنس. قالوا: القمر ومكوك فضائي جاء من عالم آخر ومن بعد آخر بعد سقوط إبليس وإنزاله إلى الأرض، والله أعلم. وتقول إحدى التقارير الأخرى أن إحدى الإناث من أمة الزواحف الذين تطوروا على كوكب الأرض، تقول هذه التي تدعى لاسيرتا لصحفي سويدي بمثل هذا، فقالت أن الزواحف دراكوس جاءوا إلى مجموعتنا الشمسية من أجل معدن النحاس منذ حوالي 60 مليون سنة، وهم يسمون البناؤون، وكل غواص وبناء يعني الجن الضوال. فوجدوا إنسانية قديمة من أهل ثريا تحكم الأرض والمجموعة الشمسية، فنشبت حرب في المدار حول الأرض وحول زحل قبل إطفاء القمر، لأنه كان شمسا ثانية. قال الله تعالى: فمحونا آية الليل وتركنا آية النهار مبصرة. سبحان الله. القمر كان هناك أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن القمر كان مشتعل وكان شمس الليل، وكان مشتعل فأطفأته الملائكة. والدوائر السوداء التي يقال لها الحمم البركانية المنطفئة في القمر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: سواد القمر كان مشتعلا، وهو دليل على أنه كان مشتعل يوما ما، كان آية الليل، والله أعلم. والله أعلم. فاستعملت الزواحف في حربها سلاح فتاك لضرب قواعد البلايديين من أهل ثريا في خليج المكسيك، فكانت النتيجة كارثية على الأرض الكوكب بسبب سقوط سوء تقدير من الزواحف، لأن الهيدروجين الموجود في المحيطات والبحار دمرت كل أشكال الحياة على الأرض تقريبا، خصوصا الديناصورات التي على سطح الأرض. وحدث شتاء نووي دام حوالي 200 سنة، وجليد غطى كل الأرض بسبب الدخان الذي حجب شعاع الشمس من الوصول إلى سطح الأرض. وبعد ذلك كله ظهر البلايديون وأهل الثريا وانتصروا على الزواحف من أوريون، وقتلوا من قتل وهرب من هرب إلى جوف الأرض والكواكب الأخرى. وقام أهل الثريا بأخذ القمر المكوك الزواحف فوضعوه في هذا المدار المحدد له حول الأرض الذي يدور فيه في 9 أو 28 يوم، سبحان الله، والذي تغطى بالرمال الكونية. بعد كان مكوك مصنوع من فولاذ تغطى بالرمال الكونية بعد ملايين السنين.
هو والقمر الآخر الذي يسمى ميمس الذي هو حول زحل، وقد انشق القمر نصفين، سبحان الله، انشق في زمان رسول الله، لأنه يتكون من فلقتين وجزئين ثم اتسق من جديد. إنه آلة عملاق القمر، سبحان الله، ينشق ثم يعود، مثل نجم الموت الذي رأيناه في فيلم حرب النجوم. وقريش كانت تعلم ذلك، بأن القمر فيه هذه الخاصية، فأعجزهم رسول الله وظهر صدقه بأنه مؤيد من أهل السماء. عندما طلبوا تلك المعجزة طلبوا أن يشق لهم القمر نصفين. لماذا طلبوا بالذات أن يشق لهم القمر نصفين؟ هم يعلمون بأن القمر مكون من فلقتين، والله أعلم. والعرب تسمي القمر في أحد أطواره الحدب، في أحد أطواره، وفيه يأجوج ومأجوج من جنس الزواحف يجتمعون فيه، يعودون إليه في جوفه، وجوف كوكب الأرض، منذ القرن العشرين، أي عندما هذه 100 سنة الأخيرة عادوا إلي القمر وإلى جوف الأرض بعد أن ساعدهم الشيطان والمتنورون والماسون، وسيخرجون منه في الغزو الأخير. هذا ما يسمونه، أي عند خروج يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى: وإذا فتحت يأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون، أي القمر والأرض والكواكب الأخرى، أي أحداب السماء. والعرب يسمون الكواكب الأخرى أحداب السماء، لأن النور الذي ينبعث عنها يشكل أحداب. الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد. بسم الله. فصل في سرد بعد. Thank you.